بوابات الدخول لينطلق هذا الشوط الأول الذي انطلق وانبدق في هذه اللحظات. بسم الله وعلى بركة الله، بسم الله نبدأ وعليه نتوكل ومنه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد والنجاح. ينطلق هذا السباق الذي يشهد إقامة 20 سيارة جائزة عينية قيمة رصدت في هذا السباق المحلي الثالث، إضافة إلى تسعيرة من هجن الشحانية دعما لملاك الهجن في دولة قطر وفي الخليج، حيث لم تختصر المشاركة على أبناء قطر فقط، بل ميدان الشحانية يفتح ذراعيه مرحبا ويحتضن جميع أبناء الخليج وأبناء العرب في ميدان التحدي، حيث ينطلق هذا السباق بالتوجيهات السامية والأوامر الكريمة والدعم السخي والكبير من سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله ورعاه وأطال الله في عمره. مشاهدين الأعزاء، جائزة نقدية قيمة رصدت لهذا الشوط المفتوح للإبكار، والمقدمة مباشرة مع وقار لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل أحمد آل ثاني مع المركز الأول. يضم الوقار حمد بن طالب بن علي بن عمارة. ننتقل إلى المركز الثاني، أفراح الشعار الغرفاوي قادمة مع المركز الثاني. أفراح أفراح أفراح، والله يجعل أيامكم أفراح يا أهل الغرافة ويا راعي الشعار الغرفاوي سعادة الشيخ حمد بن جاسم وأنجاله الكرام. أفراح على المركز الثاني تلاحقها وتليها الدانة أيضا لهجن الغرافة مع المضمر المدهش سالم بن عامر المدهوش، أحد أخطر المضمرين. الدور دور المركز الثالث، أيضا الشعار الغرفاوي قادم مع عذبة يضمرها سالم بن عامر بن راشد المدهوش، يتابع عذبة على المركز الرابع. دور دور المركز الخامس، ومن تتقدم في هذه اللحظات على المركز الخامس المركز الخامس اللي انتقلت الى المركز الرابع وجود، مرحبا بهجن انتاج ام الزبار. هذه وجود تقتحم دائرة النداء لهجن انتاج ام الزبار، يضمرها حمد بن سالم بن زاهرة يتابعها في التضمير. على المركز الرابع تتقدم وجود، من تثبت الوجود في هذا الشوط المفتوح، قادمة من انتاج ام الزبار، قادمة من محمية الانتاج الذي يزخر بالفحول وبنجوم الانتاج، يزخر بالجزيرة وغيرها من الأسماء التي يا ما صالت وجالت في أشواط السيوف. انتاج ام الزبار قدم لنا انتاج ام الزبار الفحول النادرة، خيرة الفحول في الخليج وفي الوطن العربي. هذه احدى ندر انتاج ام الزبار واحدى ثمار انتاج ام الزبار. وجود على المركز الرابع لهجن انتاج ام الزبار، يضمرها حمد بن سالم بن زهرة، بينما المركز الخامس ومن تتقدم فيه اول نداء لوداع لهجن الشحانية مضمر المشاغب محمد بن خالد العطية، يتابع وداع على المركز الخامس اللي تبغى تودع المشاركين في هذا الشوط الملتهب. الغرافة الغرافة الغرافة، معركة الغرافة وشعار سعادة الشيخ عبد العزيز وشعار انتاج ام الزبار وشعار الشحانية. يا بوي يا سلام، وصل بو خالد، وصلكم بو خالد، شاغب يا المشاغب على المركز الخامس وانتقل الى الرابع، ولكن الصدارة غرفاوية غرفاوية غرفاوية. سريع هذا الشوط للغاية، طاير هذا الشوط للغاية. الغرافة على المركز الاول مع الصدارة الدانة لهجن الغرافة التابعة لسعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني، ولكن هجن انتاج ام الزبار يتقدم على ظهر وجود، على ظهر وجود 1200 متر وجود وجود ومن تنحدر من سلالة، من سلالة هجن انتاج ام الزبار، امها وابيها ايضا موجودين في هجن انتاج ام الزبار. يا لهذا الانتاج العريق الذي ينافس في الاشواط المفتوحة. الله يا سلام، شوف شوف يا مخرجنا العزيز، ارصدني يا مخرجنا هذا الاقتحام، هذا الانطلاق بالشعار الشحاني. من التهم المقدمة بالمركزين الثاني والثالث، ولكن وداع وداع
وداع وداع وداع. يا سلام يا سلام يا سلام، هجن الشحانية مع الدمام 100 متر الأخيرة، أبو خالد المشاغب مع وداع على المركز الأول، دانت الغرافة مع المركز الثالث، وأيضا هدوء لهجن الشحانية مع الشبل على المركز الثالث في هذه اللحظات. وانطلقت أيضا نوح لهجن الشحانية مع الشبل، تحرك الشبل، تحرك المشاغب، هدوء هدوء لا تعرف الهدوء. الله يا سلام يا سلام يا سلام يا الشبل، يا سلام يا الشبل، هدوء لا تعرف الهدوء، طارت هدوء، لا هدوء مع الهدوء، لا هدوء مع هدوء، بل عاصفتها تجتاح المقدمة، تجتاح الشوط المفتوح لهجن الشحانية. الشعار الشحاني الأدعم الكبير يختطف ناموس هذا الشوط الأول الرئيسي، الشوط المفتوح مع هدوء الشحانية التي لا تعرف الهدوء. الله الغرافة، الغرافة عادت، عادت الغرافة، ولكن هدوء، هدوء الشحانية. أشكرك يا شبل، أشكرك يا شبل، 10 على 10. جابر بن سالم بن فران يقدم شعار هجن الشحانية مع هدوء على المركز الأول، تهانينا لهجن الشحانية والتهاني للشبل. جابر بن سالم بن فران المركز الثاني، الدانة لهجن الغرافة مع سالم بن عامر المدهوشي المركز الثالث. المركز الثالث وصلت وداع لهجن الشحانية مع محمد بن خالد العطية. المركز الرابع، المركز الرابع وصلت وجود هجن إنتاج أم الزبار مع حمد بن سالم بن زارع. المركز الخامس، المركز الخامس وصلت نوح لهجن الشحانية مع جابر بن سالم بن فاران. هذه النتيجة مشاهدين الأعزاء والحفل الكريم لمراكزنا المتقدمة الأولى في هذا الشوط المفتوح، هذا الشوط الملتهب الذي شهد منافسة حامية في هذا الشوط وفي قمة أشواط اللقايا. تهانينا والناموس لهجن الشحانية من قدمت هدوء واختطفت هذا الشوط الأول الرئيسي المفتوح. تهانينا لمضمرها جابر بن سالم بن فاران المضمر الشبل، من قدم هدوء خير تقديم واستطاع أن يختطف وأن ينتزع مع هدوء هذا الشوط الرئيسي للقايا البكار. هذا هو ملخص الشوط، وهذا هو ملخص هذا الشوط القوي للغاية. وهذه هدوء عندما اختطفت وانتزعت ناموس هذا الشوط الأول الرئيسي للقاية البكار. توقيتها مميز يا سالم يا جابر بن سالم بن فاران، توقيت مميز 5 دقائق 54 ثانية 74 جزء من الثانية، من أفضل التوقيتات الذي سيسجل في هذا المساء. تهانينا وناموس لهجن الشحانية، والتهاني لمحبين هذا الشعار العريق، الشعار الأدعم. تهانينا للشبل جابر بن سالم بن فاران المركز الثاني. هجن الغرافة والدانة احتلت المركز الثاني، 5 دقائق 55 ثانية 50 جزء من الثانية، توقيت مميز ورقم مميز سبيشال يا المضمر المدهش. تهانينا لهجن الغرافة ولسعادة الشيخ حمد بن جاسم الداعم الرسمي لهذا الشعار. التهاني موصول لسالم بن عامر المدهوش المضمر المدهش. المركز الثالث وصلت وداع، قطعت المسافة في 5 دقائق 56 ثانية 66 جزء من الثانية. تهاني والناموس لهجن الشحانية على فوز وداع بالمركز الثالث، وتهانينا والناموس للمضمر المشاغب محمد بن خالد العطية.